هل تحب اكلات البيت لو الاكلات السريعه اللي هي فاست فود، يعني بالمعنى الاصح الوجبات السريعه؟ نتابع من بعض من اجوبه الشارع العراقي ومن ثم لنا عوده. اكل البيت لو الفاست فود الاكلات السريعه؟ والله حسب، بس اكيد اكل البيت طعمه يختلف عن طعم الفاست فود. نعم. يعني يكون اطيب من فاست فود، بس مرات يستوجب ان واحد ياكل يعني الفاست فود. نعم. بس صراحة أنا أحب التمن فود، يعني هم فاست فود هم تمن. لا فاست فود. ليش؟ يعني أطيب من أكل البيت، ولأن أنت أكل البيت لما نسوي بإيدك ما راح تحسين بطعمه مثل أكل السوق. لا شوفي، هو طبعا أكل البيت يكون مفضل. نعم. عند الجميع. نعم. ليش؟ يعني يكون مثل ما تقولين نكهة عراقية أصلية. الأكل البيت طبعا. ليش؟ لانه انظف، وتعرف من ايد منه تاكل. يعني مثلا انت مو باي مطعم تلاقي اكل نظيف مثل ما انت تاكل من البيت. يعني نعم، مو كل المطاعم نظيفه، اكو مطاعم يعني يقول لك يعني كشكل تشوفه نظيفه، لكن انت مو حاضر بوقت اللي هو دي يحضر لك اياه او دي يسوي او شنو نوعيه اللحم. نعم. يعني اكو هسه يعني متى ما تقدر تفرق بين يعني الزين والمو زين الاكل المضبوط. هو انا قلت لك انا من الناس اللي افضل اكل البيت. نعم. ايه. طيب افضل اكل البيت. ليش؟ الاسباب انه اقدر اتحكم بنوعيه الماده، بطريقه الطبخ، بمستوى النظافه. نعم. كل هذه التفاصيل في البيت اقدر اتحكم بها، وما اقدر اتحكم بها بكل المطاعم اللي انا اشوفها بصراحه. قبل ايه، بس هسه لا، اكل البيت اكيد. شنو السبب؟ بصراحة صار عندي 3 مرات تسمم. نعم. وما اريد اجيب اسماء المطاعم اللي بالمول. اخاف يزعلون علينا اصحابنا وحبايبنا. بس الخلل من الموظفين اللي عندهم مو بالمطعم. يعني سوء النظافة. نعم. بالاكل. يعني تفضل اكل البيت. اكيد طبعا، هسه قمت اجيب وياي اكل، يعني مثلا اذا امي طابخة او شيء اقدر اجيب، بس اذا مثلا عندي شغل او مرات فول تايم او عندي شغل غير مكان او سفر، لا اروح مطعم يعني خارج المول احسن. مطاعم معروفه. نعم. والله اكيد اكل البيت. شنو السبب؟ يكون دسم وثقيل يعني. طبعا اكل البيت اكل الام، يعني هاي فوق الكل شيء. بعدين نجي الاكلات، حسب الاكلات السريعه يعني. نعم. شوف يعني الاكل يختلف حسب هالزمن، يعني صارت الاكلات هوايه، يعني الاختيارات بصراحه صارت كلش هوايه. انت تفضل اكل البيت؟ شيء اكيد يعني، هذا مو بس انا، يعني اعتقد كل العالم. نعم. والله كأغلبية أكل البيت. شنو السبب؟ والله أطيب وأنظف. ولكن أكو يعني أكلات مثل البرجر، الشاورما، هاي يعني ما ترهم بالبيت إلا بالمطعم. ولكن كأغلبية يعني خصة يعني وجبات الغداء، دولمة وهاي الأمور أكيد بالبيت يعني لازم. لا أكلات البرجر. ليش؟ لأن يعني بيها نكهة وأطيب. دائما تاكل برا؟ ايه.